بعد مباراه اول امبارح. النهارده كان عندكم، امبارح كان في اجتماع كابتن خطيب، النهارده ايضا ربما بدايه تدريبات. طمني الاول على الفرقه. يعني طبعا الحمد لله على كل شيء. يمكن المباراه بالتاكيد كان فيها، ممكن يبقى فيها حاجات كثيره مش ايجابيه، فيها حاجات كثيره سلبيه، فيها هزيمه، اول هزيمه السنه دي. ممكن يبقى بنقدر طبعا وعارفين كويس قوي كميه الحزن او الغضب او حتى المشاعر اللي عند الجماهير. ده وضع طبيعي في جمهور النادي الاهلي كله على مدار العصور او مدار المباريات، حتى المباراه الوديه يهمه جدا ان هو يكسبها يعني. لكن في النهايه زي ما المباراه انتهت بحلوها ومرها، انت في كل فريق على مستوى العالم، خصوصا الفرق الكبيره، خصوصا الفرق اللي هي عندها شعبيه وعندها يعني بطولات وتاريخ، بيبقى عندها تارجت. التارجت ده بيتمثل في البطولات العاليه، بطوله الدوري، بطوله افريقيا او بطوله اوروبا على سبيل المثال. مثلا يعني بايرن ميونخ هو بطل اوروبا في الوقت الحالي امبارح. يعني ما اعتقدش ان بايرن ميونخ المسؤولين هناك او الناس اللي جابت وهي في اول عاداته في اول جلساته في بدايه الموسم، لما قعدوا مع المدير الفني والمدير الرياضي او لجنه الكوره هناك او المختصين هناك ولا حاجه، قالوا لهم احنا عايزين التارجت بتاعنا دوري ابطال اوروبا والدوري. يعني حتى السوبر بتاعهم خسروه من بروسيا 2-0 في اول السنه. لكن دلوقتي لما تيجي تسال اي واحد في المانيا تقول له مين احسن فرقه في المانيا، هيقول لك بايرن ميونخ طبعا. طبعا لان في البطولات الاساسيه، البطولات الاساسيه اللي هي بطوله الدوري، التارجت بتاعك هو الدوري، مش مباراه ولا اثنين ولا ثلاثه. التارجت بتاعك هو البطوله الام، التارجت بتاعك هي بطوله اوروبا. ليفربول في نفس الوقت يعني، عشان ممكن انا مش هقول ان احنا متعلمين غلط، بس احنا في اجواء اعلاميه بقت كلها داخله في بعض، حتى الواحد ما بقاش عارف يعني يثبت على اللي هو اتعلمه ولا حاجه يعني. اجواء اعلاميه. طبعا انت متصيد او مستني حاجه معينه، مستني موقف، مستني مباراه. انت لك ان تتخيل ان انت من حصيله 21 مباراه انت مغلوب مباراه واحده. يعني هي دي. انا مقدر ده ومش يعني وبلوم نفسي وبلوم ايوه، بس الجماهير زعلانه يعني يوم الماتش، خلاص احنا قفلنا هذه المباراه، مش كده نقدر نقول كده قفلناها. طبعا انت يعني انت بتقفل المباراه لان انت بتلعب على البطوله. ما بتلعبش على مباراه يعني. سنه من السنين مثلا الداخليه سنه 2014 نادي الداخليه كسبني رايح جاي، وانا خدت الدوري. الداخليه مثلا يعني هتبقى هي بطل الدوري، ما هي كسبت الاهلي رايح جاي، بس انت بتتكلم على التارجت، بتتكلم على الهدف الاكبر. تمام. انا عندي بطولة، انا رايح لاخد، انا بطل الدوري رايح لاخد البطولة، اخد البطولة. مش معنى كده ان انا يعني في الديربي ما بقاش عايز اكسبه. خلاص. خلاص انت عايز اكسبه برضو، بس لو ما حصلش يبقى الهدف الاكبر بتاع البطولة. زي بطولة افريقيا. ممكن اخسر مباراة لكن الهدف بتاعي الاقوى هو البطولة. يعني انت لما بتحصل نتيجة تعادل او نتيجة خسارة ولا حاجة، بلاقي اجواء اعلامية اكنها مستنية ده. يعني اللي بيحصل في ال 48 ساعه. لا، في استهداف يعني. حضرتك تقصد في استهداف للنادي الاهلي؟ طبعا، ده واضح جدا. طبعا. لا ده واضح جدا. لا ده واضح جدا، واضح جدا. بدليل حتى يعني احنا لو بنتكلم على امبارح والنهارده، انت بتتكلم على فرقه فاضيه، لكن الفرقه فاضيه، لكن الفرقه مش هي اللي عامله الارقام ديت. يعني مش عارف، مش كسبه 18 مباراه من اصل 21، متعدى مباراتين وخسرانه مباراه. مش هي المتصدره بفرق 17 نقطه. انت بيحصل فيك كده وانت متصدر بفرق 17 نقطه. 17 نقطه. انت بتعمل، بيحصل فيك كده وانت واصل لقبل النهائي، يعني اعلى بطولتين، اعلى بطولتين في في البطولات اللي انت بتشاركها، انت موجود فيها واحده متصدرها بفرق كبير جدا.